الراديو 90-90 هواها مصر. طب انا عايز اسالك على حاجه. في فيلم كنت شغال فيه وما كنتش متوقع له ان هو ينجح قوي ولقيته، او دور عامه مش لازم فيلم، اي دور عملته سواء في دراما او في افلام ولقيته فرقع قوي انت ما كنتش متخيل؟ لا هقول لك، هي العكس حصل. ايه بقى اللي هو؟ كنا شغالين فيلم وبعدين جالي احساس كده عجيب ان الفيلم ده هيكسر الدنيا. كان فيلم ايه؟ كابتن مصر. اه. فقبل ما ينزل الفيلم على طول يعني انا جالي احساس مبهم، يعني مش عارف منين، من المشاهد اللي عملتوها مع بعض خالص. لا 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 لا، هو كان فيلم يعني احنا بنعمل فيلم عادي زي كل افلامنا. بس انا حسيت ان في حاجه هتحصل. يعني وفعلا الفيلم ده كسر الدنيا وجاب ايرادات مهمه جدا. تمام. جاب ايام حوالي 24 مليون جنيه، فكنا ست بيدل زرقاء ما كانش في اي حاجه، فكان حتى يعني كان لينا كلنا فتحت خير علينا كلنا بصراحه. طب عايزين بقى نخش بدور شناوي في كابتن مصر. انا سمعت ان انت الفيلم فيه جزء اتغير فيه في السيناريو بسبب ان انت ما كنتش عايز تجري. انا اولا زي ما قلنا ان انا طبعا الناس اللي عارفاني عارفين ان انا ما بحبش اتحرك وانا ما بقدرش كده يعني. فما قعدت مع معتز قال لي مش عارف، قلت له مين ده اللي يجري يا معتز؟ مش انا يا بابا. قلت له بص يا معتز، الواد ده نعمله الجون وبتاع. انت فاكر بقى ماشي. كنت فاكر ان الجون ده ما بيعملش مجهود. ده بيطير ويتهبد على الارض. تعبت زي، قلت له ايه ده؟ قال لي مش احنا عملنا كده واتصلنا طبعا بالمؤلف عمر طاهر الجميل يعني وبتاع. وتمام. انما الدنيا ما فجاه بقى تعبت زياده. لقيت الموضوع اصلا خلي بالك حارس المرمى ده بقى يركز ويطير وينزل دب على الارض. بس هو يعني كان من اهم الادوار اللي انا عملتها واللي انا بحبها. وصدفه ان حارس مرمى على اسم الشناوي. ده حبيبي. بس انا فعلا ده هو الشخصيه مكتوبه كده. يعني الشخصيه اسمه الشناوي. والحكايه كلها معاه. كانت انت هتبقى في مشهد ان انت لعيب كوره معاهم بس انت قلت لا بقى ما تيجي نغيرها فحصل التويست ده من هنا. بالظبط كده. طيب ايه حكايه فيلم الهروب؟ دخلته انت في الفيلم ده؟ انا عايز اقول لك معظم الابداع انا مش بقعد وركز وهنكتب، بتيجي وليده اللحظه، بدخل الحاجات جوايا وفجاه واحنا قاعدين فجاه كده ما اعرفش هو الشنب. ببص اللي انا كنت انا مالي قالب باللبس بالشنب كده على ما كانش فيه لبس. فجاه شفت افتكرت طبعا في رحمه الله عليه يعني الاهم، مش هقول مين اهم، ده الاهم في تاريخ الدراما والسينما العربيه طبعا بالاخر. فببص قلت ايه الشنب ده؟ ده بتاع احمد زكي في الهروب. فنورت في دماغي، بقول لمعتز مات، قال لي طب ما تيجي نعملها. انت فاكر قلت ايه في المشهد ده؟ ده جبنا المشهد. انا عايز اقول لك معتز جبنا المشهد وقعدنا نرجعه وقعدنا نقول نذاكره نعمل شبه اما حد الديكوباج بتاع معتز. ان محمد امام دخل انا واقف بظهري. دخل تقريبا تراك عليا كده، رحت انا لافف. ايوه زي المشهد، زي المشهد بالملي بالظبط كده. وحاولت احاكي اداء الاستاذ احمد زكي طبعا. بس طبعا يعني فاكر قلت ايه؟ تقول لنا دلوقتي نمثل الحته دي. تقريبا محمد دخل. ايوه هو كان اسمه كمال. فبيقول لي بيقول لي حاجه، فبقول له سائق عليك النبى كمال ما تاخدني، هناخد ترابوي بعدين هاجي معاك. قال لي ايه الزفت ده؟ قلت له ايه وحش ولا؟ قال لي ده زباله. قلت له فيلم الهروب وحش ولا؟ يعني انا مش هي جت كده بس يعني احنا فجاه يعني انا عايز اقول لك عظمه هذا الفيلم في الحاله. كان مجموعه، انا بقول لك هاتي الافيش وشوفيه، ست بدل زرقاء. تمام بالظبط. مفيش حد معانا في الفيلم ولكن اجتمعنا مع معتز التوني مع احمد بدوي المنتج ان هو عايز يعمل حاجه. وحاله الحب الشديده اللي كانت موجوده واللي لحد دلوقتي موجوده، بس ساعتها كان لا قول انت ده، لا هنعمل كذا، طب مين بنفكر لينا كلنا. محمد امام بطل الفيلم والاسم الاكبر يقول لك لا، طب فتحي يقول لا هنا، طب فيديو ده فارق معاه العمل ككل في الاخر. طبعا ده النجاح، ده النجاح يا جماعه، الـ 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 الفن جماعي. ومعتز التوني انا بحس ان هو من المخرجين اللي بيجيب جون. معتز هو الـ 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 الجيل ده مع معتز التوني بنقعد وفجاه الكوميديا بتطلع كده.
ودي احلى حاجه ان هي مش وليده شغل جماعي مع بعض. بنقعد مع بعض بنقعد مع بعض بيطلع ده.